حبايب صباح الخير، شلونكم؟ انا كل زينه وراجعت لكم اليوم بفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. مثل ما قاعد تشوفون انا ما مخليه اي شيء على وجهي وراح ابدي الفيديو هيك اليوم لانه قعدت قبل شويه من النوم وحسيت بشرتي بيها طلعت لي كم حبه، ما اعرف اذا يبين بالكاميرا، وحسيت انه بشرتي يعني مو طبيعيه اليوم، فقلت راح اسوي ماسك، راح اسوي خلطه، وليش ما اصور لكم اياها عمود، انا استفاد وانتم هم تستفادون وياي. القناع اللي راح نسويه اليوم هو قناع الكركم. مثل ما تعرفون اكيد الكركم كلش مهم يعني بالاكل وللصحه، وحتى يقدر يستعمل الواحد كماسك كقناع للوجه. اللي راح يسوي الكركم انه راح يبيض البشرة، يوحد لونها، راح يعطيها لمعة، راح يخفف اثر الحبوب، راح يشد المسامات هواية. فوق هالاشياء كلها اللي قلتها يقدر يخفف الشعر بالوجه، فهذا الشيء دائما نريده وكلش حلو. طبعا راح نستعمل اليوم خاشوقة، واخاف اقول ملعقة وأقولها غلط مثل ذاك الفيديو فقلبي بشيشة. أول شيء راح نحتاجه هو الكركم الأصفر، بأي محل أتصور بأي محل غذائية يقدر يتحصل. راح ناخذ ملعقة واحدة من الكركم. ورا ما خلينا الكركم راح نستخدم طحين. بحبذ أن الواحد يستخدم طحين التمن، بس أنا ما عندي بالبيت فراح أستخدم طحين عادي. اللي راح يسوي الطحين راح يصير مثل المقشر للبشرة، وهمين راح يساعد الخلطة تتماسك شوي أكثر. أخذ نص ملعقة طحين، ملعقة مو معلقة، أخليها ويا الكركم أضيف. ورا ما خلينا الكركم والطحين راح ناخذ الروبة اللي هي اللبن. مثل ما تعرفون انا بشرتي دهنية ما اقدر استخدم زيت او هيك شيء، فراح اخذ روبة او حليب، بس للبشرتهم جافة يقدرون يستعملون مثلا زيت الزيتون او دهن جوز الهند او دهن اللوز. اخذ ملعقة لبن كاملة، ووراها شوية ناخذ عسل. هاي اخر شيء لانه مثل ما نعرف العسل كل زين البشرة مالتنا. هسه كل المكونات صارت بهاي الكاسة الصغيرة، هسه بس نخلطهن سوية شوي شوي. ويا جماعة على كيفكم لما نتخلطون، لانه الكركم مثل ما تعرفون بيلون كلش هواية واي شي يجي عليه راح يخربه. فما تشوفوني انا لبست يعني بلوزة سودة اليوم، ما مو مهمة علي. اذا اظافركم استوكم مسويها لبسوا تشوفوف، انا بعد كم يوم راح اروح اسوي اظافري فعادي. قبل ما اخلي الخلطة على وجهي راح انظف بشرتي. انا غاسلة وجهي بس مخلية كريم، اريد اوخر الكريم. راح اخذ قطنة وماي ورد مع بيته، كلش احب ماي الورد واستخدمه لكل شيء طبعا، صبح وليل استخدمه كتونر. فبس امسح وجهي بالقطنة وماء الورد. الله، تقدرون تخلون القناع بايديكم بس انا احب اخذ فرشة قديمة مع الفاونديشن، ما استعمل هالفاونديشن. راح اخذ الخلطة واخليه على وجهي كله، بس ما اتقرب عن شعر راسي يعني وعن حواجبي وعلى عيوني، مو بارد فأحسه منعش. اكو هواية ناس طبعا تستخدمها هاي الخلطة، تستخدمها تحت عيونها لانه الكركم اللي بالخلطة راح يوخر السواد اللي تحت عيون. هاي الخلطة تقدرون تستخدموها كم مرة بالاسبوع لحد ما تحسون انه قاعد تشوفون تغيير بالبشرة او يعني قاعد تفيدكم، وبعدين تقدرون يعني تستخدموها تقريبا مرة بالاسبوع. يبقى من الخلطة تقدرون بس تخلوها بالثلاجة وتستعملوها غير يوم. اتصور يعني تقريبا كم يوم تبقى بالثلاجة بدون مشكلة.
وهسه خليتوا الخلطة على وجهكم بس تنتظرونا ينشف كلش تقريبا اتصور بين ال 15 دقيقة وال 20 دقيقة بس تشوفونا نشف تقومون تدلكونا بالوجه على مود مثل يصير سكراب مقشر للوجه وتشيلون الخلايا الميتة من الوجه بعدين تغسلون وجهكم بماء دافي وبعدين ترطبون. بينما انا انتظر وجهي ينشف راح ارطب شفايفي على مود خطيهن هم انا عناية بيهن ودائما استعمل الكوكونات اويل اللي هي زيت الجوز الهند. تقريبا 15 دقيقة من خليت الماسك على وجهي وقاع احسه نشف لانه بالقوة قاع احكي فهسه بس اروح اغسله وارجع لكم. هسه يا حبايب غسلت وجهي ومثل ما تشوفون قاع احسه يلمع. الشيء احب اسويه ورا ما اخلي هاي الخلطة على وجهي انه ارجع بماي الورد والقطنة على مود اتاكد انه ما باقي اي صفارة من الكركم يعني على الوجه. وتقدرون تستخدمون مزيل مكياج بس انا افضل الماي الورد لانه طبيعي. وراها بس تحطون المرطب اللي تريدونه وهاي هي خلصنا. انا اليوم راح استخدم مرطب مالتي من نيوتروجينا. وهنا يا حبايب خلص الفيديو مالتنا مال اليوم. هاي النتيجة مثل ما تشوفون قاعد احس بشرتي نظيفة ومشدودة وتلمع. ما اعرف اذا يبين بالكاميرا بس انا هيجي لما اشوفها بالمراية قاعد هيجي احسها. اتمنى تكونون استفادتوا واتمنى تكونون حبيتوا الفيديو. اذا حبيتوا لا تنسون تسووا له لايك وتشتركون بقناتي. اذا تريدون اكثر فيديوهات هيجي بيها خلطات طبيعية بس كتبولي بالتعليقات. احبكم هواي هواي واشوفكم بالفيديو الجاي.